طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي، بلدا قائدا متصدرا سيدا. باب شرف قبر دكتور سليم الجبور كومباس. أخي كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومباس، يجملون المشهد، كل واحد يحاول أن يرضي جماعته يحصل له كم وظيفة. نحن لسنا جزء من صناعة القرار والسلطات، هل حد شي باقي كل كلاوات؟ كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومباس. أهلا بكم من جديد. اليوم مسؤولون في بغداد وفي كركوك كشفوا عن فارق كبير في نتائج أصوات 32 مركز انتخابي بعد أن عاد القضاة المنتدبون عد وفرز الأصوات فيها يدويا يومي الثلاثاء والأربعاء البارحة وأولة البارحة. رجحوا إحالة ما لا يقل عن 80 موظف ومسؤول في مفوضية كركوك، أغلبهم من الأكراد كما قالوا، إلى القضاء بتهمة التزوير مع نهاية عملية العد والفرز في كركوك التي من المتوقع أن تنتهي خلال بضعة أيام. طبعا هذا يأتي بالتزامن مع وصول العشرات من صناديق الاقتراع الخاصة بالنازحين في المخيمات إلى بغداد من محافظات الأنبار وصلاح الدين، والتي وضعت تحت تصرف القضاء لوجود عمليات تلاعب وتزوير في الأصوات التي أودعت في تلك الصناديق. يشارك في عملية العد والفرز طبعا داخل صالة رياضية وسط مدينة كركوك مركز محافظة التأميم نحو 40 موظف، 8 قضاة تم اختيارهم ويرأسهم عراقي يقولون هو من أحد الأقليات الدينية، وذلك في خطوة متعمدة كما قالوا لإثبات نزاهة اللجنة وحياديتها بحسب قولهم. سمح بوكيل واحد لكل حزب بالحضور والمراقبة فقط من دون التدخل، إضافة إلى إعلاميين ومراقبين من منظمات المجتمع المدني ومراقبين عن بعثة الأمم المتحدة في بغداد. كان لوجودهم فائدة كما يقولون في دفع المسؤولين إلى جلب مكيفات هواء لصالة العد والفرز التي تجاوزت الحرارة، معروف اليوم الحرارة في العراق وصلت إلى 50 درجة مئوية. بحسب مراسل العربي الجديد، صحيفة العرب الجديد، في كركوك لا يسمح لوسائل الإعلام العراقية أو الأجنبية التي كانت عند باب الصالة الرياضية حيث تجري عمليات العد والفرز بإدخال أجهزة الهاتف التي تتضمن على كاميرات. يكتفي المراسل أو الصحفي بإدخال دفتر صغير وقلم والحال نفسه لوكلاء الكيانات السياسية في مدينة كركوك. أما بالنسبة لعملية الفرز، قاضي أول في كركوك وطلب عدم ذكر اسمه قال بأن هناك فرقا كبيرا للغاية بين النتائج التي أعلن عنها إلكترونيا وبين النتائج التي أسفر عنها العد اليدوي في مراكز الاقتراع التي خضعت للعد والفرز في اليومين الماضيين. أشار إلى أن هذه النتيجة قد تدفع إلى إعادة فرز كل أصوات كركوك كون الفارق كبير للغاية، ويظهر وجود تفاوت في كل صندوق من الصناديق التي تم احتسابها. لفت إلى أن أغلب عمليات التزوير تبدو لمصلحة الأحزاب الكردية بحسب هذا القاضي على حساب الأحزاب العربية والتركمانية في مناطق مختلفة من كركوك وضواحيها مثل الدبس وداقوق وألتون كوبري ومركز مدينة كركوك نفسها الأعلى بحالات التزوير كما وصفها. تابع هذا القاضي أنه في محطة اقتراع مدرسة الإخاء في مدينة داقوق مثلاً تم احتساب 209 صوت لمرشح أو أصوات لمرشحين من حزب كردي إلكترونيا، لكن الحقيقة أنها 109 صوت، وفي محطة أخرى أضيف في النتائج الإلكترونية 16 صوت لمرشح من حزب الاتحاد
الكردستاني بينما له صوت واحد فقط، وهو ما ظهر في العد اليدوي كما يقول، كما تم ضبط ما لا يقل عن 400 استمارة انتخابية محشوة داخل الصناديق أو أنها بلا بيانات، ما يعني بأن موظفين قاموا بملئها ووضعها في الصندوق، ورجح في حال استمرار ظهور فارق كبير في المراكز التي اختيرت للعد والفرز يدويا أن يصار إلى إعادة عد وفرز لكل أصوات محافظة التأميم. وبالنسبة للمحافظات الأخرى، هو أكد بأنها ستستغرق وقتا أقل من كركوك كما يقول بكثير، كون أن المراكز الانتخابية المشمولة في العد والفرز أكثر في كركوك من أي مناطق أخرى في المحافظات الست الأخرى. المجموع المحافظات التي سوف يتم إعادة الفرز اليدوي فيها والعد هي 7 محافظات. أريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، وسوف نعرض صور بعد قليل عن النسب الفارق بين العد والفرز الإلكترونيا في كركوك، بعض مراكز في كركوك، والعد والفرز يدويا بعد ذهاب اللجنة برئاسة القضاة إلى كركوك. معنا اتصال أبو ياسر من إسطنبول، تفضل أبو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم متابعين قناة الرافدية. حياك الله أستاذ عمر. أنا قبل مدة بديت موضوعي على مدة العد والفرز، واليوم أمدي لك يا أكو فرق بين بلد منتهي وبلد راح ينتهي. نعم. معنى بلد راح ينتهي يعني في مجال، معنى بلد منتهي يعني ما بها أي مجال. شغلة العد والفرز ما راح يغير أي شيء. نعم. أي شيء بنتائج الانتخابات، والدليل أنه الأحزاب الاجتماعات بيناتهم بتشكيل الكتلة الأقوى. هذه العملية أولاً البارحة النتائج ما تغير، وطبعاً أنا أقول لك إياها وأنت تقولوا كل العراقيين هي 100% هي مزورة، لكن بشكل رسمي هي عملية تخدير للناخب العراقي اللي قلنا اللي اشتركوا فعليا ما يتجاوزون النسبة 14%، والقسم يقولون 10%. فنتيجة العد الفرزي اليدوي هذا كشيء رسمي مصادر، وما راح يصدر راح تعتمد نتائج الانتخابات مثل ما هي أعلنت، إلا اللهم راح يطلعوا لك كم واحد ضعية يجوز يطيرون مقعد واحد من هذول الأكراد وينطوا للتركمان تطيب الخاطر. لذلك أنا لو شايف بارحة لقاء مع الأخ رضوان طه يقول خلينا نتحارب ونترك شغلة التزوير والتزوير جانبا. إذا الرجل من هسه يقول لك اترك شغلة التزوير وده يحكي حكي سياسي وخلينا نتفاوض على تشكيل الأحزاب ونحافظ على البلد ونحافظ على يعني من هاي خلال أنا أني الله لا يقول أتوقع أنه العراق مقبل إلى انقلاب. نعم. صدقني وهذا راح مقبل نتيجة التحديد. إحنا العراقيين يعني صار لنا أكثر من 4 عقود نعيش هذا السياسة، والانقلاب يعني أتوقع يا إما من جهة إيران أو من جهة أمريكا، وقلت لك البلد تحت سيطرة إيرانية وأمريكية. نعم. واحدة من السياسة، يا إما نتجه إلى إخواننا الأمريكان أو نتجه إلى إخواننا الإيرانيين. نعم. فكل الحال كيف احنا شعب للاسف الشديد ما عندنا اراده، والدليل نتائج بعد الانتخابات للاسف الشديد يعني اذا قام يكون اسطنبول ما صار 10 أيام من صارت انتخابات في تركيا، كيف ان الحزب الخاتم قدر يدير الانتخابات بشفافيه وديمقراطيه، وخلال اقل من 24 ساعه الحزب المعارض هنأ للحزب الفائز وهنأ للسيد اردوغان. نعم. فأتصور أنه نتيجة العد والفرز اليدوي ما راح يغير أي شيء من القرار والنتائج النهائية مع الانتخابات. نعم. والله يكون بعوننا وبعوننا، وأنا أشكرك أعطيتني المجال ووصلت الفكرة. نعم. العد والفرز لأن البلد منتهي وليس راح ينتهي، وهذا الفرق.
وأنا أشكركم. أنا أشكرك أبو ياسر. وأتمنى الخير لبلدي. آمين يا رب. إن شاء الله نختم بلدنا بما هو أفضل. آمين يا رب. أشكرك أبو ياسر من إسطنبول كان معنا. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عمر، كيف حالك؟ حياك الله، يا هلا بك. تحية لك يا عمر، أو تحية للقناة، تحية لسادة القناة، تحية للإخوان المتصلين. أهلا وسهلا بك. بالنسبة للانتخابات، هي العملية أصلا هي العملية السياسية بالعراقية هي غير شرعية أصلا. بالنسبة للمفوضية حق الانتخابات التي كلمت على الشعب العراقي بأنه 44 من الشعب العراقي طوّر، هي غير صحيح، هي ما يتجاوز 16 أو 18%، يعني هي عملية ساقطة أساسا. نعم. العراق لا يزال محكم ما دام مفتوحة حدود العراق مع إسرائيل الشرقية، اعتبر وضع العراق سيء، ولكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يثور الشعب والقادسية الثالثة آتي إذا لم يتحرك الشعب العراقي سوف تبطل هذا. أما بالنسبة للحكومة هذه الفاشلة، لا فرق بين الفاشل أو العامل، هم نفس الشيء، كيف هم نفس الشيء. وتحية لك، تحية القناة الرمزية. حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. خلونا نشاهد الصور اللي صادرة من مفوضية الانتخابات اللي تظهر نسب مختلفة عما قبل العد والفرز اليدوي في مراكز محددة في كركوك. نشوفها. هذه اسم المركز طبعا إعدادية صناعة داقوق في داقوق نفسها. نشوف جبهة التركمانية والاتحاد الوطني الكردستاني والتحالف العربي في كركوك. الأصوات الإلكترونية هنا 68 وهنا 10 للاتحاد الوطني الكردستاني، وهنا قام التحالف العربي حاصل على 4. هنا إذا جينا على اليدوي، الأصوات اليدوية خلينا نشوف الفرق. هنا صار 120 و 13 للاتحاد الوطني الكردستاني و 11 للتحالف العربي. ناخذ الصورة الثانية. هنا نشوف الرسم البياني، نسبة الأصوات للقوائم في المركز، في مدرسة الإمام الحسين في داقوق كذلك. إذا نشوف هذا الرسم البياني الدائرة، نشوف العد والفرز الإلكتروني، نشوف اللون الأخضر 80% كان إلى قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان 13% إلى جبهة التركمانية، و 7% باللون البرتقالي إلى قائمة التحالف العربي. بعد العد والفرز الأولي اللي صار له فقط بس يومين في هذا المركز، طبعا في هذا المركز وحده، شوف الفرق شلون صار. 34 صار من 13، يعني الفارق 21% للجبهة التركمانية، وباللون البرتقالي للتحالف العربي 19%، واللون الأخضر نزل بالنسبة للتحالف الاتحاد الوطني الكردستاني إلى 47%، يعني من 80% إلى 47%. شوف الفارق كبير جدا. خلونا نأخذ الصورة الثانية أو الثالثة. هذا كذلك في مدرسة الشفق في داقوق نفسها، الأصوات الإلكترونية بالنسبة للجبهة التركمانية كان 48، بعدين صار 109 بعد العد والفرز اليدوي، الفارق 109. بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني كان إلكترونيا وصل إلى 209، بعدين نزل إلى 59 بعد العد والفرز اليدوي، الفارق 59. بالنسبة للتحالف العربي في كركوك كان الإلكتروني 1 فقط، 1% من مدرسة الشفق، أو عدد الأصوات 1، بعدين صار 22 بعد العد والفرز اليدوي، الفرق 22. نأخذ الصورة الرابعة. طبعا احنا نتكلم في كل صورة على محطة واحدة، على محطة واحدة. هنا إعدادية صناعة داقوق، احنا نتكلم الآن كله في داقوق. هذه النسب طلعت خلال البارحة وأول البارحة، مجموع يومين فقط. هم نشوف الدائرة، الرسم البياني، نسبة الأصوات للقوائم في المركز حسب نتيجة العد والفرز الإلكتروني. بالنسبة للجبهة التركمانية باللون الأزرق 14%، واللون البرتقالي للتحالف العربي 1%،
واللون الأخضر 85% للاتحاد الوطني الكردستاني. لما صار العدو الفرز اليدوي في هذا المركز في هذه المدرسة، صارت نسبة الأصوات للقوائم في المركز بحسب نتيجة العدو والفرز اليدوي، نشوف انقلبت النتيجة يعني شيء كبير جدا، 84% للجبهة التركمانية كما نشوف، و 9% للتحالف العربي باللون البرتقالي، ومن 85% للاتحاد الوطني الكردستاني إلى 7%، فارق كبير جدا، فارق كبير جدا. ناخذ الصورة اللي بعدها إذا أكو. هذه كذلك صورة بالنسبة أخذناها قبل قليل لمدرسة الإمام الحسين، وتظهر أنه كذلك نزلت نسبة الاتحاد الوطني الكردستاني في هذا المركز من 80% إلى 47%، وارتفاع نسبة الجبهة التركمانية من 13% إلى 34%، والتحالف العربي من 7% إلى 19%. أكو صورة أخرى، هذه صورة رسم أو جدول للنتائج، طبعا هذا من المفوضية العليا. هذه النتائج إعدادية صناعة داقوق الإلكتروني كان 68 بالنسبة لجبهة التركمان، بعدين صار 120 الفارق 52، الاتحاد الوطني كان 10 إلكترونيا، يدويا صار 13 الفارق 3، بالنسبة للتحالف العربي 4 إلكترونيا، بالنسبة للأصوات بعد العدو الفرز يدويا صارت 11 الفارق 7. هذه الصور يعني إذا كان نرجع إلى استكمال ما صرح به القاضي، شفنا هذه الصور، شفنا هذه الصور، هاي فقط في مراكز محددة، مدارس أجريت فيها الانتخابات في 12 من أيار الماضي. نشوف شقد فرق كبير في التزوير وكيف كشف العدوى الفرز اليدوي. لو كان العدوى الفرز اليدوي في جميع أنحاء العراق، سوف كذلك تكشف النسبة التي أكدها نواب في البرلمان، أكدها نواب سابقون وقيادات في ائتلاف دولة القانون وفي يعني كتل أخرى بأنها لم تتجاوز 20%، لكن العدوى الفرز اليدوي اليوم يقتصر على مناطق محددة في 7 محافظات، هي التأميم ونينوى والأنبار ودهوك والسليمانية وأربيل وصلاح الدين. نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران يعني تحدث عن لصحيفة العربي الجديد بأن نتائج العدوى الفرز اليدوي في كركوك، إذا نجي على تصريحه وهو حسن توران القيادي في الجبهة التركمانية، تحدث بأن هناك تم احتساب 209 أصوات لمرشح من حزب كردي إلكترونيا، ولكن الحقيقة أنها 109 أصوات. نرجع إلى النسبة في محطة اقتراع مدرسة الإخاء في مدينة داقوق مثلا، تم احتساب 209 أصوات لمرشح من حزب كردي إلكترونيا، لكن الحقيقة أنها 109. شاهدنا الصور. في محطة أخرى أضيف في النتائج الإلكترونية 16 صوت لمرشح من حزب الاتحاد الكردستاني، بينما له صوت واحد مثل ما شفنا، وهو ما ظهر في العد اليدوي، كما تم ضبط ما لا يقل عن 400 استمارة انتخابية محشوة داخل الصناديق أو أنها بلا بيانات، ما يعني بأن موظفين قاموا بملئها ووضعها في الصندوق. ورجح في حال استمرار ظهور فارق كبير هذا القاضي في المركز التي اختيرت للعدوى الفرز اليدوي أن يصار إلى إعادة عدوى فرز كل أصوات كركوك وحول المحافظات الأخرى، أكد بأنها ستستغرق وقتا من كركوك بكثير من المراكز الانتخابية. نرجع إلى تصريح رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، قال بأن نتائج العدوى الفرز اليدوي في اليومين الماضيين أظهرت تباينا كبيرا بين نتائج العد الإلكتروني ونتائج العد اليدوي. أضاف للأسف هناك عمليات تزوير بدت واضحة وبلغة الأرقام، لكن عملية العدوى الفرز اليدوي تجري بشكل شفاف كما يقول وسلاسة، ونحن مرتاحون لذلك. وما نأمله الآن هو إعادة العدوى الفرز لكل مراكز الاقتراع في كركوك وعددها 2500، ليس فقط
الخمسمية التي تخضع الآن للعدوى الفرز كون التزوير ظهر كبير جدا في كركوك. في بغداد القيادي في التحالف الوطني الحاكم خالد الأسدي قال بأن اختلاف نتائج العدوى الفرز الإلكتروني عن اليدوي يكشف حجم التزوير الحاصل في كركوك، وأضاف بأن بروز هذه النسبة الكبيرة من التلاعب يشير إلى الحجم الكبير لعمليات التزوير ومصادرة أصوات الناخبين في باقي محافظات العراق. تابع الأسدي في بيان له بأن هذا الأمر يضع كافة المسؤولين وأصحاب القرار في المحكمة الاتحادية والقضاء أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لتطبيق القانون وإلزام المفوضية العليا للانتخابات بإجراء العدوى الفرز الشامل في كل المحافظات العراقية. شدد على كشف التزوير الذي طاول العديد من المراكز الانتخابية خصوصا في المحافظات الجنوبية منها البصرة، ميسان، ذي قار، وكما قال التي يتطلع مواطنوها إلى أن تعيد عملية العدوى الفرز كل أصواتهم إلى من انتخبوهم ومنحوهم الثقة من خلال مشاركتهم في الانتخابات، حاثا المواطنين على المطالبة بحقوقهم وعدم السكوت لأنه قد يفسر بأنه رضا وقناعة على الرغم من التلاعب الكبير الذي حصل في انتخابات 2018 وفقا للقيادي في التحالف الوطني خالد الأسدي. قيادي كذلك بارز في الكتلة العربية في كركوك تحدث عن توقيع وثيقة مع التركمان وأحزاب المعارضة الكردية للمطالبة بإعادة العدوى الفرز يدويا لكل كركوك في حال ظهرت نسبة التفاوت بالنتائج أكثر من 40%. وأوضح القيادي بأن التوافق جرى بين زعامات سياسية عربية وتركمانية وأيدته قوى شيعية عربية في بغداد من أبرزها الفتح والنصر حول إعادة العدوى الفرز الكل يدويا في حال استمرار تفاوت النتائج بشكل كبير في كركوك، لافتا إلى أن مسألة العدوى الفرز قد تتطلب وقتا أكثر من المتوقع في كركوك وكذلك في باقي المحافظات العراقية. التساؤل هو اليوم فقط العدوى الفرز كما أشرنا وكما معروف للمواطن العراقي يجري فقط في مراكز معينة في 7 محافظات فقط، لماذا لا يتم العدوى الفرز اليدوي في كل المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب إذا كانت هناك شفافية ومصداقية للأمر؟ لكن يبدو أن هناك كما يقول بعض السياسيين بأن هناك يعني تعمد لإلقاء اللوم على حزب أو كتلة معينة بأنها قامت بالتزوير ولكي يستطيع الآخرون أن يسلموا من موضوع العدوى الفرز اليدوي. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نعم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول السلام عليكم أحبتي كادر قناة الرافدين المجاهدة، اسمحوا لي بالتوجه بالتحية والاحترام لكل الأصوات الوطنية المتواصلة مع منبركم الوطني، وأخص بالذكر الأخ العزيز المتصل أبو علي من كربلاء، ربي يحفظ الجميع ويعيد بلدنا إلى ما كان عليه رافعا بالعز والشموخ ابن ميسان. نتحدث في الجزء الثاني من هذه الحلقة، معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر.
السلام عليكم استاذ عمار. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمار، بالنسبه للعدوى الفرد، شوف اللعب اللي راح يصير فيه شنو؟ نعم، العدوى الفرد حتى وان اختلفت الاوراق عن عدد من مثل ما يقول موجود بالجهاز الميموري، ماكو هذه الاجهزه اللي تخزن هاي المعلومات، تلعبوا بيها شو تدوروا عن طريق الاقمار الصناعيه، عن طريق المحطه الارضيه بتصير هذه الاجهزه، المهم تجاورت مو مشكله. هسه طلع الفرق ما بين الميموري ما بين عدد الاوراق، النسبه يعني عدد المخترعين وعدد هذا، لكن اكو لعبه اخرى يقول لك الكارتات اللي انباعت عشرات الالاف، مئات الالاف من الكارتات انباعت، يعني هو من يقول لك 4 مليارات صرفوا على الانتخابات، ما صرفوا بس على الدعايه الانتخابيه، صرفوها على شراء الاصوات من خلال الكارتات. كيف انت عندك جهاز الاخر هو موجود به جهاز البصمه؟ يعني لا. الان اذا جو يطعنوا بجهاز البصمه هاي راح تنتهي الشغله. يقول لك اكو اجهزه، اكو اشخاص جو 20 30 مره انتخبوا هو نفس الشخص، هذه البصمه مالته متكرره، شلون يصير؟ انت مثل ما تعترض على التزوير من خلال الجهاز اللي فتحت فيه صندوق، شفت اختلافك فيه؟ احنا راح نشتكي وراح نقدم شكوانا على البصمات اللي متكرره، نعم. هاي البصمات اللي نجت وهذا هو التزوير الحقيقي اللي راح يكشف لعبه، فهنا هذا بالقضاء على مديح محمود، مدحت محمود، هذا راح تجي اوامر. راح تجي اوامر تقول له ابتدها واسكت، زين اعلن النتائج الحقيقيه وهذا هو اعطيهم اياه، قول لهم هذه النتائج. يعني يريدون ما يريدون، هذه هي الحقيقه. استاذ عمر، المواطن دايخ بكركوك ولا بغير مناطق بالانتخابات، انت شنو انت؟ انت دورك شنو؟ انت ايش راح تستفاد؟ انت كل شيء ما مستفاد. اذا انت شعيط او معيط او خريط، انت تبقى ذاك الشخص اللي راح يضرب دلغه بالبيت ويشرب له استكان شاي ويلعب بخشمه ويفرك بابنه، ها والله فلان فاز من عشيرتي، ولك هذا راح يحقد صفقات بالمليارات بالملايين راح يصرف. انت شنو انت دورك؟ زين انت دورك ابو عمر، انت شفت ويانا النسب، صور عرضناها قبل قليل، يعني الفرق كبير جدا جدا كبير. يعني مو 10 ولا 20 ولا 30% ولا 40، هذا في مراكز محدوده. مو استاذ عمر، انت هاي النقطه ما انتبهت لها، مو ذكرتها في البدايه، قلت لك هو جهاز الميموري انطى نسبه حول فلان حزب فاز، لكن الاوراق تقول هو ما فاز، هو خسران. نعم. حلو لا؟ نعم. زين انت عندك جهاز اللي موجود الداخل مال بصمه. هاي البصمة إذا متكررة 30 و 40 مرة و 50 مرة، هاي هي هم راح تدمر الانتخابات، الأوراق اللي على أساس الأحزاب الفائزة، هم راح تدمرهم. إذا قالوا والله هذا الحزب تدور بالجهاز يختلف عن الأوراق، فإحنا عندنا أيضا البصمة، البصمات هناك مئات الآلاف من البصمات، أكثر من مليونين، 3 ملايين، 4 ملايين بصمة متكررة 20 مرة و 50 مرة و 100 مرة، هذا من اللي قام بها؟ غير لازم يعرفوها هذول المراقبين الموجودين على صناديق الانتخابات، هذول المفوضية، هذول اللي باعوا كارتاتهم راحة، وهذا باع كارت ب 50 ألف ب 100 ألف بورقتين 200 دولار باعها، هي هاي المشكلة راح تطلع لهم، فهم راح يسكتون وخلاص. نعم. أنا قلت لك يا صراحة. زين أبو عمر، أوكي ماشي، اليوم يعني يعني اليوم مراكز مثل ما شفنا نسب مختلفة. زين إذا كانوا صادقين، ليش ما يعيدون العدو الفرز يدويا بكل العراق؟ هم ما يعيدون أستاذ، ترى حتى مقتدى مزوري له بالقرآن، حتى هادي مزوري له، نعم. حتى نوري مزوري له، عيال حلاوي كلها مزورة، لأن هذه مو نسبة الحقيقية للمشاركة. أنت لو تجي على الحق هو البصمة، تشوف البصمة، هل موجودات هاي البصمات؟ هل موجودات هاي النسبة؟ هل هذه البصمات متكررة ما متكررة؟ لازم تعرف فيها، فلهذا هم راح يسدوها ويطموها. ترى مقتدى الأمر مفوزين، مو اليوم انطوا الفوز، اليوم مو طهية، قبل أشهر عديدة انطوا إياه، ما تشوف هو مرتاح ما يقبل، ما تشوف هذه ما يشتكي ما هذا، يعني مثلا أبو عمر موالته. عضو ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان قال بأنه 800 ألف ورقة انتخابية
مزورة من قبل عدد من الأحزاب السياسية في بغداد وحدها 800 ألف ورقة انتخابية. ليش هاي هينا 800 ألف؟ كم مقعد تجي؟ 80 مقعد، 50 مقعد، 60 مقعد موزعة على الأحزاب؟ هو اللعبة وين صارت أستاذ؟ اللعبة صارت بالبصمة، الكاسات طاحت. ثانيا التزوير اللي صار من خلال الجهاز مع عدد الصف هذا مرتبط بالقمر الصناعي اسمه نعم ثريا. هذا القمر الصناعي اسمه ثريا مرتبط بمحطة أرضية بدبي. هاي من تقود المحطة الأرضية؟ الله أعلم. نعم. الله أعلم يا رب. أنت الأدرى بالكل. نعم أبو عمر. النتائج. ماشي أبو عمر من السليمانية كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو مصطفى من لندن، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يكرمك الله يخليك. الله يخليك. العفو أنا أريد أوجه السؤال. نعم. أريد أوجه السؤال للرئاسات الثلاثة اللي هم يعني السيد حيدر العبادي وسليم الجبوري والسيد رئيس الجمهورية. هل أنهم يستطيعون أن إعادة الفرز اليدوي في كافة مدن العراق وليس فقط في كركوك؟ وهل إذا استطاعوا ذلك هل سيعجز صراع طائفي في العراق؟ وأتمنى أن واحد يعدل يجاوبني على السؤال هذا. نعم زين أبو مصطفى. نعم شنو رأيك بالنتائج اللي نتائج أولية تم إعلانها في بعض المراكز في مدينة كركوك؟ نعم. يعني مثل ما شاهدنا فارق كبير. نعم. يعني هل هناك يعني هل من المعقول بأنه سوف تكون هناك شفافية واختلاف في النتائج في هذه المناطق؟ هذه راح يعني تأجج الأوضاع ما بين يعني المكونات الشعب العراقي. صحيح. شلون تشوف يعني الموضوع أنت؟ طبعا يعني احنا نعرف موضوع كركوك الكل يعرفه. نعم. موضوع كركوك موضوع صراع طائفي بين الأكراد وبين العرب. نعم. هذا شيء معروف، هذا إنه الأكراد يريدون يسيطرون على كركوك والعرب ما يريدون يسيطرون على كركوك، ودائما صفت نقطة خلاف دائما موضوع كركوك. بس احنا نرجع ونقول إنه عوض موضوع كركوك على صفحة، يعني هاي محافظة واحدة. ارجع على المحافظات الأخرى سواء كان بغداد أو صلاح الدين أو الموصل أو البصرة. إذا صار فرز يدوي، إذا إعادة الفرز اليدوي، هل سيكون هناك اختلاف آخر مثل كركوك؟ نعم. أكيد طبعاً حيكون اختلاف، لأنه نسبة التزوير موجودة وصارت شغلة علنية وليس سرية. وأكثر من أكثر من جهة، أكثر من جهة حزبية أو سياسي أو برلماني خلينا نقول، اعترف بشيء هذا لتسقيط الجهات الأخرى. فصارت حرب بيناتهم صارت. نعم. والطرف الخاسر هو الشعب. نعم. وهذا الشيء معروف. وأنا يعني أتمنى أنه السيد حيدر العباني أنه يكون عنده قوة وصلاحية أنه خلينا نقول إعادة الفرج، وأنه يضرب من حديد بإيدا من حديد على الجهات التي تتخرب الدولة، تتخرب العراق. نعم. وشكرا. شكرا أبو مصطفى من لندن. معنا كذلك أبو مصطفى لكن من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد عمر، سيد العزيز، يعني كذي مرة أنا على هذه مو حكومات. نعم. ما ممكن والله ما ممكن هذه الشكولات أن تبني بلد وتكون حكومة وتكون دولة. مستحيل. العراق سائب، الشارع فارغ من الأمان، الشارع القوي كالوحوش بالفضل الغابات. أبد لا صدق هذول يجيبون خير ويبنون بلد. أبد لا صدق. مجرد بتسوي أكبر غبي العراقي إذا النوب قاتله قاتلوا بعض قاتلوا البعض البعض، لأنه انكشف كل ملاعبهم. لكن مع الأسف هناك بعض المقفلين اللي لحد الآن هم يحاولون أن يبنون أعمالهم على أي حكومة هذه. أخي العزيز المحتلين كيف هو مجرد يدفعون الناس على بعضها في العراق. القتل موجود لحد الآن، تشريد موجود، جوع حدث ولا حرج. أخي ما ممكن هذه الحكومة. إحنا لا نبني أماننا على أنه عادت انتخابات أو ما عادت، لا يهمنا شيء. إحنا هذه يعني مأيس من الحكومة هاي نهائيا.
وكل عراقي شنو كل عراقي شريف ماشي. ما يقبل تضحكوا هاي محكم. لكن لكن هاي مجرد عصابة الله جاب علينا ماشي أبو مصطفى. يعني إحنا إذا جينا على رجعنا إلى موضوع العدو الفرز اليدوي، فليش هذه الأجهزة الإلكترونية اللي شروها مئات الملايين من الدولارات، ليش هاي الأموال ما راحت للمواطن الفقير لإعادة إعمار الموصل، لإعادة إعمار المدن المدمرة، لتوفير المياه الصالحة في البصرة، لتبليط شارع في الديوانية مثلا؟ يعني أثبتت هذه الأجهزة عدم فعاليتها. وطبعا أضف إلى ذلك أنه السبب الرئيسي مع هذه الأجهزة أنه التزوير. فليش ما من البداية حالك حال الدول سوي عد وفرز يدوي من البداية، وأنت تقول أنا عندي أزمة اقتصادية، ووفر أموالك لميزانية الدولة، وفر أموالك للشعب. إحنا اليوم رجعنا إلى نقطة البداية، المربع الأول، وكذلك موظفين ولهم رواتب وقضاة ومنتدبين ومراقبين من الأمم المتحدة وصحفيين وإلى آخره وكيانات سياسية، هذول هم لهم مصرف. نعم أبو مصطفى. أستاذ العزيز واضح هي. أنت تتأمل من إنسان جاي عبر الدبابة الأمريكية والمجوسية وتجيب منه خير؟ هذول مو شرفاء. وأنت الشعب العراقي كله ما يريد، صدقني ما حد ينتخبهم، صدقني هاي كلها بتزوير. ماكو يعني إذا الأصوات أقل من 50% لو الشعب العراقي ينتخب أقل من الشعب يعتبر غير ما موقف الدولي القانون الدولي، وهذا موجود مو يعني لا. هل يجوز تحت يعني 20% ماكو؟ زين وين اكو انتخابات؟ هل ما يمكن ان يكون انتخاب؟ هذا جانب. جانب اخر، تعال شوف انت تقول لي جابوا اجهزه، هم شلون يسرقون؟ يعني اذا احكي لك احتمالات بعض يمكن ما حد يقبل، الخارج ما شايف شوف العين ما يقبل يقول انا جاي يتهمهم او ما متجه اتجاه. اقسم بالله اني ما عندي اتجاه سياسي ولا تحزبت في يوم ما عمري كله. ولكن من تجي يعني مسوين في جسر بالموصل، قلت لك قبل سوين جسر كلفته مليون دينار، اني الى عيلتي برامج بسيطه من كونكريت مسافته 10 امتار مسوينه بمليار. بشرفكم يا عراقيين، هذا صحيح الحكومه اذا عندها عيون وصحيح الحكومه ليش ما تحط مفسد؟ كلها مفسده وللاسف تعزيز الفساد وما دخل، للاسف تعزيز القتل وما دخل. هسه المشاعر على كركوك نفس العدو يجي العفو، لكن العرب والاكراد اذا مو اغبياء وهو ما يحمل البندقية على اخوي العراقي. لا والله عنده غيره وشرف العراقي انه ما يقاتل ابد، يقاتل من اقاتل الامريكي والمجوسي نعم، اما غير اما كان بالملكي انت فاهم بالملكي هي احسن. نعم ابو مصطفى من الموصل شكرا لك. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك وقناه الرافدين. حياك الله يا هلا بك استاذ عمر. يعني انا متاكد حضرتك وكل مواطن عراقي اذا يجي شخص اخر ويكذب عليه مره مرتين ثلاثه بعد ما راح يثق فيه. نعم. طيب شلون اللي موجودين بالعمليات السياسيه، العمليه السياسيه حاليا يكذبون على المواطنين ويكذبون على الشعب لمده 15 سنه، طيب انت ليش تثقون بهم؟ وشي متوقع استاذ عمر يكتشفون تزوير؟ لان كل العالم يعرف بان الانتخابات هي مزوره، ومو بس هاي الانتخابات طبعا، مو بس الانتخابات الماضيه، كل الانتخابات اللي جرت بالعراق هي مزوره. وهنا احنا شفنا بعيوننا في تركيا هنا شلون كانوا يشترون اصوات الناخبين وشلون صارت الفوضى بغلق ابواب ومنعوا الناس ان تدخل للتصويت. وكل الموجودين بالعملية السياسية والبرلمانيين السابقين واللي رشحوا نفسهم للدورة القادمة هم ناس يدورون بس على مصالحهم الشخصية أستاذ عمر. نعم. ما مهتمين لا للعراق ولا لشعب العراق. نعم. وعملية العدو الفرز إذا انتهت ما راح يتغير شيء، وأي واحد يعترف يعني ماشي. يعني إذا نتحدث مثلا على مدينة كركوك، إذا الكفة راحت إلى الجبهة التركمانية على حساب الاتحاد الوطني الكردستاني، هاي الحزب الكردي راح يسكت انه تكون المقاعد البرلمانيه الى صالح كتل اخرى؟ بالتاكيد ما راح يسكت، وراح تصير فوضى وراح تصير مشاكل، وراح يتحمل هاي الفوضى وهاي المشاكل هو الشعب اللي موجود، هم ما راح يتحملون شيء، هم المهم يردون كراسي يقعدون عليها ويسلطون على رقاب الشعب هذا. نعم. يعني المفروض بهم
يروحون واحد وفد من اللجنه المنظمه للانتخابات، يروحون الى دول متقدمه ويتعلمون شلون تجري عمليه الانتخابات. اخذوهم دورات ابو ناصر، اخذوهم دورات واجوا مختصين على طول السنوات. يعني انت كل هذه السنوات الماضيه من العام 2003 ولغايه الان كثير من موظفي المفوضية أخذوهم إلى خارج العراق وشافوا كيف تتم عملية الاقتراع والانتخابات، وإجوا مختصين من خارج العراق، ومثل ما تحدثنا قبل قليل ملايين مئات الملايين صرفت فقط على أجهزة إلكترونية لا تعمل، وشفنا رئيس الوزراء حتى صوت بالغلط، يعني الورقة حطها بوضعية غير صحيحة وصوتها راح شفناها. وهي هاي المشكله استاذ لا. عمر، يعني اللي دزوهم دورات هم بالاساس فاسدين، انتم تختاروا ناس نزيهين ودزوهم دورات. يعني احنا شفناها هنا العمليه الانتخابيه اللي جرت بتركيا شلون كانت عمليه سلسه ومريحه والناس محتفله، وشلون الخافر مباشره هنأ الفائز ونتائج الانتخابات طلعت بنفس اليوم. زين ابو ناصر، هم يتحدثون، تحدثت على موضوع الموظفين، هي المشكله ربما لا تكون فقط في الموظفين، السبب الرئيسي هو يعني بمن جاء بالمفوضية نفسها. يعني معروف المفوضية محاصصة، والجماعة اللي خسروا في الانتخابات قالوا ذول المفوضية جاءوا بسبب المحاصصة السياسية والطائفية إلى البلد، طبعا ورا ما خسروا. فتلقى واحد جاي من حزب الدعوة، واحد جاي من الحزب الإسلامي، واحد جاي من بدر، واحد جاء مثلا من التيار الصدري والى اخره، هاي الي وهاي لك. قلت لحضرتك استاذ عمر يعني هم ناس فاسدين، يعني تهديد نوري المالكي باشعال حرب طائفيه اذا ما فاز هو، يعني اذا صح التعبير نقول تهديده اذا ما فازت القائمه مالته راح تكون حرب طائفيه. نعم. يعني لما يدخل ناس بالمفوضيه من جهته ومن جهه مقتدى الصدر ومن جهه هادي العامري، هم المفروض يكون اكو مراقبه على اللجنه المنظمه للانتخابات، يعني هي تحتاج الى لجنه تراقبها وتشوف ايش تسوي، والمفروض تلغي هاي النتائج الانتخابات لانه ما وصلت الى 20%، المفروض تلغي كلها. نعم. انا اشكرك ابو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال ابو حسن من بغداد. تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي عمر، هاي كلها متاهات مال عدو الفرز. نعم. واشياء كثيره، يعني انت تشوف الوضع الحالي بالعراق، يعني يوميا مدخلين العراق بازمه. هي الانتخابات شنو معناتها؟ معناتها صرف فلوس وضحك على الناس، وهم نفس يعني وجوه جديده. من وجوه جديده؟ من جابوهم؟ هم نفس رؤوس الاحزاب، التيار الصدري او حزب الدعوه او حزب مال الجماعه، هو كلها كتله واحده، محط يعني المكان مالها واحد، يعني رئيسها واحد. فهم دول يعني يجيبون ازمات ويضحكون على الناس. يا اخي والله العظيم انا يعني ملت روحي، حتى يعني حتى نبات ما نحكي، يعني حتى الواحد اللي ما عنده غيره تنبت عنده غيره. يعني البلد هذا دي وصول متاهات هو بغنى عنها، وبيد الشعب يحل المساله هاي. صح الظروف كلها صعبه وكل الامور عكس يعني ضد الشعب، بس لازم يصير حل. يعني العدو الفرز 7 محاورات، هي الانتخابات كلها باطله، يعني من اساسها باطله، لان ما بني على باطل هو باطل. بس هم الناس ما يفتهمون يعني ايش يردون. انا هسه بضيق، يعني اعطيك مثال صغير. انا ذاك يوم رحت المدينه الطب دا عندي اذاني ما اسمع بيها. نعم. تصور لا ترى والريحه مو زينه، بس حملني ما يخالف. نعم. يجي واحد معمم بس مو قدامي. نعم. تفضل ابو حسن. نعم. اي فقلت له بس شنو، اي قلت له شنو احسن من عندي؟ يعني قدموا قدامي وسويت هرجه وغلطت وسويت ولا مهتمين. فهذول متى هم كرامتهم اخويا؟ يومهم الكرسي، يومهم بطونهم، يومهم الخزائن مالتهم تنملي. هذول يعني سووا العراق مهزله بين يعني بين الناس نفسهم وبين العالم كله. يعني والله العظيم يعني الناس ينظرون نظره يعني سيئه. يعني يقول لك العراق شنو يعني هذا اذا راضي على الذل هذا والمهانه، يعني شلون راح يدبر نفسه؟ نعم. فالعراق يعني سواء هاي الانتخابات او العدو الفرز هي البلد نحو الهاويه، يعني اقولها بصراحه نحو الهاويه، وراح يتدمر تدمير اذا ما يصحى الشعب.
نعم. بس شو يا اخي الشعب نايم، يعني ايد واحده ما تصفق. نعم. فنسال الله ان شاء الله يعني ماتي. امين يا رب. ابو حسن من بغداد كان معنا. وصلنا الى الثواني الاخيره في هذه الحلقه التي تحدثنا عنها او تحدثنا فيها حول الفارق الكبير الذي شاهدناه في الصور عرضناها عبر شاشه الرافدين لنتائج اصوات 32 مركز انتخابي خضعت لعمليه العدوى الفرز اليدوي في اليومين الماضيين. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، نلقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله في امان الله.